قلنا صباح الفل او مساء الفل حسب التوقيت لكل حبايبنا اللي بيشاهدونا وبيتابعونا. كل الناس اللي هتعمل لايك وشير بسرعه، لايك وشير بسرعه. قلنا هنكسب وهنفرح كل الناس، هنكسب وهنفرح كل الناس. كل بيعمل لايك وشير كسبان معانا، فرحان معانا. يا ترى مين سعاده الحظ؟ يا ترى مين سعاده الحظ اللي هنقول له 1,000,000,000 مبروك كسبان معانا في داخل اللايف. قلنا اول واحد هيعمل لايك وشير، اول واحد هيعمل لايك على اللايف حالا كسبان معانا 100 جنيه في دافون كاش هديه، او حافظه 2 في 3 هديه، او بشكير هديه، او علبه فوطه هديه. كل الناس اللي لسه داخله على اللايف تلحق تتفاعل معانا وتعرفنا الصوره والصوت واضحين ولا لا. قلنا النهارده اقوى صفقه حافظات، اقوى صفقه حافظات من سنتر رومي فرع فيصل، فيصل الطوابق شارع كعبيش فوق كشر المجنون. اقرب فرع الناس بتيجي من العمرانيه، طلبيه، الهرم، كرداسه، ناهيه، الوراق، امبابه، المعتمديه، 6 اكتوبر، الشيخ زايد، بني سويف، الفيوم. كل الناس تلحق تمنشن لاصحابها، يلا كده بسرعه. كل الناس تلحق تمنشن لاصحابها. قلنا يا جدعان هنكسب وهنفرح كل الناس، لازم نمنشن الناس الموجودين على صفحتنا على الجروب وعلى روميو. يا ترى مين سعاده الحظ؟ اول واحد هتكسب معانا 100 جنيه فودافون كاش هديه حالا بسرعه. هقرا من التعليقات دلوقتي يا جدعان، هقرا من التعليقات للناس اللي هي خبطه لايك وتعلق باسم روميو. يلا بسرعه، مين؟ ها مين هنا؟ كل يعلق باسم روميو يا جدعان كسبان معانا فرحان معانا. كل يعلق باسم روميو حالا كسبان معانا فرحان معانا. هنكسب في اللايف حالا دلوقتي، اول ما نبدا باللايف اهو هنكسب على طول. بس الناس اللي هتتفاعل معانا وتعمل لايك وشير بسرعه، لايك وشير بسرعه. بطه مدحت نفتح الاكونت بتاعها ونقول لها 1,000,000,000 مبروك كسبت معانا. بطه مدحت اهي، اهي يا جدعان اهي، هنثبت الكومنت بتاعها في اللايف ونقول لها 1,000,000,000 مبروك كسبت معانا 100 جنيه فودافون كاش هديه من سنتر روميو. قلنا بطه مدحت كسبت معانا، اول واحده كسبت معانا 100 جنيه فودافون كاش. فتحي طب عايزك تعرض لي كده الحافظات والاشكال القمر، يلا بسرعه. قلنا يا جدعان مفرش الدخله النهارده ب 350 جنيه وصل تاني فرع فيصل بدل من 750 جنيه، قلنا ب 350 جنيه مفرش الدخله برده موجود معانا. قلنا عرض الحافظات تبدا معانا من اول 65 جنيه، ايوه النهارده بتبدا معانا من اول 65 جنيه. يلا عايزك تعرض لي كل الاشكال كل الالوان يلا كده بسرعه. قلنا يا جدعان خليكم متابعين معانا، هنعرض لكم الحافظه ام 65 جنيه. خليكم متابعين معانا، هنعرض لكم الحافظه ام 65 جنيه. هدى اعمل لايك وشير عشان يكسبك معانا، ام عمر اعمل لايك وشير عشان يكسبك معانا. ال 50 شخص بيشاهدونا كلهم كسبانين، ال 50 شخص بيشاهدونا كلهم كسبانين، بس الناس اللي هتعمل لايك وشير بسرعه. يا جدعان زي ما احنا قلنا في اول لايف اكتر ناس بتعمل لايك او لاف كده بسرعه، فين حبايب روميو؟ فين؟ فين اللاف لاف فين؟ قلنا ال 50 شخص بيشاهدونا كلهم كسبانين، بس دعمونا بلايك وشير بسرعه. هنكسب وهنفرح كل الناس حالا بسرعه. محمد جنى اعمل بسرعه لايك وشير، محمد جنى اعمل لايك وشير بسرعه. مين هنا؟ مين معانا؟ مين؟ سمر حسن اعمل لايك وشير بسرعه. قلنا روبي النهارده عروض السبت النهارده مر شامل، قلنا النهارده بنغيب غيبتنا ونرجع بهيبتنا بعروضنا بخصوماتنا بتخفيضاتنا. قلنا كل التشكيل القمر ده رجع من تاني. قلنا اللايف حاليا من سنتر رومي فرع فيصل، فيصل الطوابق شارع كعبيش فوق كشر المجنون. اقرب فرع الناس بتيجي من العمرانيه، طلبيه، الهرم، كرداسه، ناهيه، الوراق، امبابه، المعتمديه، 6 اكتوبر، الشيخ زايد، بني سويف، الفيوم. قلنا اول ناس بتعمل لايك ومشاركه على اللايف هقول له 1,000 مبروك كسبت معانا 100 جنيه في دافون كاش هديه، او حافظه 2 في 3 هديه. هنكسب في اخر اللايف 5 حافظات 2 في 3 هديه. خليك متابع معانا لاخر اللايف. خليك، قلنا يا جدعان ثانيه واحده، قلنا يا جدعان رسمه الاي كي، رسمه الاي كي النهارده الناس بتسعى عليها رجعت من تاني. قلنا رسمه الاي كي يا جدعان الناس بتسعى عليها برده رجعت من تاني بكل اشكالها وكل الوانها. قلنا الفريزاتش برده موجوده، رسمه الفريزاتش برده موجوده رجعت تاني بكل اشكالها وكل الوانها. يلا يا فتح عشان لسه معانا عروض كتير جدا على المفروشات. كورولس ميلاد لايك وشير بسرعه وكسب لي كل الناس. كورولس ميلاد عايزك تمنشن للناس اللي موجوده على الصفحه وعايزك تكسب لي كل الناس يلا بسرعه. قلنا بطه مدحت نقول لك مبروك كسبت معانا 100 جنيه فودافون كاش، اول واحده كسبت معانا
بطه مدحت نقول لك مبروك مبروك مبروك، كسبت معانا اول واحده تكسب معانا في اول لايف 100 جنيه فيدافون كاش، هي بطه مدحت. عايزك تعلق ايه تعليق كده حلو عشان نثبته على الكومنت، يلا بسرعه. مصطفى محمد لايك وشير عشان نكسبك، يلا بسرعه. كل اقول اساميهم دلوقتي في اللايف، كل اقول اساميهم في اللايف لازم يعلقوا باسم روميو ويخبطوا لايك عشان نكسبهم، يلا بسرعه. ياسمين فاروق لايك وشير بسرعه، بطه لايك وشير بسرعه، مريم روما لايك وشير بسرعه. قلنا ال 100 شخص بيشاهدونه كلهم كسبانين، هكسب كل الناس، بس الناس اللي هتتفاعل معانا وتعمل لايك وشير بسرعه. يلا بسرعه وحش كده، يلا بسرعه. قلنا المفروشات والادوات المنزليه في ذمه الله. قلنا العروض يا جدعان سريع على فرع اسيوط، اسيوط المعلمين عند كوبري السادات. الحق عرض الحافظه ب 599 جنيه واحصل على الثانيه هديه. الحق عرض الحافظه ب 599 جنيه 2 في 3 واحصل على الثانيه هديه. قلنا يا جدعان الناس تلحق العروض قبل زياده الاسعار. احنا بنقول اهو الناس تلحق العروض قبل ايه؟ قبل زياده الاسعار. هات لي كده الحافظه ب 65 جنيه كده بسرعه، يلا. يلا كده بسرعه يا وحش كده، عايزك تجيب لي ايه؟ عايزك تجيب لي اشكال والوان، يلا كده بسرعه. قلنا عرض الحافظه ب 65 جنيه النهارده، عرض الحافظه ب 65 جنيه النهارده بدل 120 جنيه، قلنا ب 65 بدل 120 جنيه، دي اللي ظهرها دوتس يا جدعان، دي ظهرها ايه دوتس يا وحش؟ شغال. اللي بعده يلا كده بسرعه، اللي بعده. عرض ال 65 جنيه النهارده، عرض النهارده ب 65 بدل 120 جنيه، عرض الحافظه ب 65 موجوده النهارده في جميع فروع سنتر روميو. كل اشكال القمر دي موجود برضه منها، كل اشكال القمر دي موجوده متوفره في جميع فروع سنتر روميو. قلنا يا ترى هنكسب مين حافظه 2 في 3 النهارده؟ يا ترى مين سعاده الحظ؟ يا ترى مين سعاده الحظ؟ اللي هو قول له الف مبروك كسبت معانا حافظه 2 في 3 هديه من سنتر روميو. يلا يا وحش كده تعالى كده بسرعه معايا. بقول لك ايه؟ قلنا النهارده الشغل كان خلصان رجع من تاني. قلنا الشغل ايه؟ وصل معانا من تاني. طب اقول لك ايه، ندخل على مفرش الدخله، مفرش الدخله اللي هو عليه عرض مكسر الدنيا. قلنا ب 750 جنيه، قلنا النهارده هتقلم بسرعه بسرعه، قلنا ب 350 جنيه، قلنا النهارده ب 350 جنيه مفرش الدخله النهارده ابو 750 جنيه. الشغل يا جدعان كان خلصان وفرته لك تاني النهارده في عرض النهارده السبت، عرض الاوبن داي. عرض الايه؟ الاوبن داي. عرض الاوبن داي، بص جايب لك منه كميه، جايب لك منه ايه؟ عشان بس ما فيش حد يقول لك انا بروح ممكن ما الاقي ايه العرض خلصان، بس انت الحقي تعالى بدري بسرعه. بيقول لك اللي سبق اكل النبا، بيقول لك اللي سبق اكل النبا. طب العرض موجود فين؟ في جميع فروع سنتر روميو النهارده. ايه عروض السبت؟ اخر يوم في العروض، الحق النهارده السبت اخر يوم في العروض. بنقول لك مفرش الدخله ب 1000 جنيه كان نازل ب 750، النهارده روميو بيقول لك ب 350 جنيه. شغال يا شغال 150 جنيه النهارده بس. انزلها اتقلم بسرعه وتعالي. قلنا النهارده وجايب لك منه كميه اهو اهو ب 350. قلنا رومي النهارده بيقول لك المفروشات والاوضات المنزليه في ذمه الله، المفروشات والاوضات المنزليه في ذمه الله النهارده. قلنا يا جدعان النهارده البشكير، البشكير ابو 250 جنيه. قلنا عند رومي النهارده عرض الكام؟ عرض ال 149 جنيه. عرض 149. افتح كده وحش كده الاخضر، افتح الاخضر كده بسعر الاخضر، ايوه كده افتح كده. قلنا النهارده البشكير عرض ال 149 جنيه، عرض ال 149 جنيه النهارده من قسم ايه؟ من قسم المفروشات. بيقول لك المفروشات، اي بيقول لك النهارده، النهارده السبت اخر يوم في عروض الاوبن داي. شغال. اخر يوم النهارده في عروض الاوبن داي. الناس اللي ما لحقتش تيجي امبارح الجمعه تلحق تنزل النهارده. رومي بيقول لك المفروشات والادوات المنزليه في ذمه الله ب 149 جنيه. قلنا لك البشكير والعروس اللي هي بتسعى على عرض الباكج العروسه ب 5000 جنيه برده موجود. ب 5000 جنيه باكج، اسالي على باكج العروسه ب 5000 جنيه برده موجود. عرض ال 10000 جنيه وتحصل على بطانيه 10 كيلو هديه ب 199 برده موجوده معانا في اللايف. ومعانا برده ايه؟ معانا العرض اللي هو ايه؟ عرض العروسه شامل كل حاجه من المفروشات. عرض العروسه المجمع، عرض العروسه المجمع شامل لك الفوط والملايات والبطاطين والحفه الاطفال والحفه كبير، مفارش قطيفه، برانس، ملايات، كل المنتجات موجوده في داخل العرض. بيقول لك ب 24499 وعليه كمان سلسله ده بايديا النهارده. قلنا بدل 35000 جنيه عامل لك باكج العروسه ب 24990 جنيه. شغال شغال يا وحش. نخش على اللي بعده. قلنا ايه تاني؟ قلنا برده النهارده الشغل الجديد، قلنا كده هات كده الشغل الجديد يلا بسرعه. قلنا النهارده الناس بتسعى على عروض اللحفه السوبر لوكس، النهارده جايب لك اللحفه السوبر لوكس النهارده. بيقول لك العروض دي سريعه على جميع الفروع. افتح كده اللحاف يلا كده بسرعه. بنقول لك الحق عرض اللحاف ده يا جدعان
عرض جامد جدا. عرض الحاف ده ايه؟ جامد جدا يا ب1000 جنيه وكسور يا جدعان. النهارده الحاف ده ب1000 جنيه وكسور. قلنا الحاف ده يا جدعان ب1000 جنيه وكسور يا جدعان. الشغل الفار ووش وضهر يا اسطى، الشغل العالي. قلنا الشغل قطيفة، الشغل قمر، والشغل الشتاء. الجو اللي احنا فيه ده يا جدعان الشتاء مش عايز غير الحاف براند، حاجه اعظم زي كده. قلنا الحاف البراند النهارده، بص بص الخدوديه بتاعته، قلنا بص المخده بتاعته، حاجه عظمه، حاجه عظمه. قلنا التكايه القمر بتاعته، بص كده بص. قلنا الشغل علي برتغال، قلنا الشغل ايه؟ علي البرتغالي اه، بكل اشكال. لسه الشغل نزل، بص انا عايز اشوف الاشكال، عايز اشوف الالوان كلها، عايز اشوف الالوان، عايز اشوف الاشكال بسرعه. مومات احمد، في عروض في اسيوط، قلنا العروض دي ساريه على فرع اسيوط، اسيوط المعلمين عند كوبري السادات. قلنا عروضنا ساريه على جميع فروع سانتا روميو. قلنا يا بخت الناس اللي تلحق تيجي وتستفاد من العروض على قسم المفروشات والادوات المنزليه. افتح كده ثانيه كده عشان بس الدرجه تبان، افتح لي كده ايه الخدوديه بتاعته كده بسرعه. قلنا يا جدعان الحافه القمر دي الشغل علي برتغالي، امسك كده كده، امسك امسك تعالى كده الحته القمر دي. قلنا الحاف بيتكلم، بيتكلم مصر يا وحش. قلنا بص كده الشغل قمر، قلنا شغل علي برتغالي، قلنا احسن من حته المستورده. قلنا الحافه القمر دي احسن من المستورد نفسه يا جدعان. شغال 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 يا وحش. اللي بعده يقول لك كده بسرعه. قلنا البراندات النهارده من قسم الحافه، بنقول لك اي الحاف على خصم 500 جنيه النهارده، اي الحاف النهارده على خصم 500 جنيه كل الاشكال والالوان بتاعته. قلنا ايه تاني؟ قلنا معانا النهارده الحاف الاطفال الست قطع القطيفه، معانا الحاف الاطفال الست قطع القطيفه اللي هو كان خلصان. احب اقول لك رجع من تاني، والله العظيم اخر، ممكن ممكن النهارده السبت اخر يوم، ممكن النهارده السبت اخر يوم في السعر ده. هنقول النهارده عشان بس ما حدش يجي بعد كده، عشان ما حدش يجي بعد كده، بقول لك النهارده السبت اخر يوم في عرض اللحاف ده يا جدعان، عشان والله العظيم في المصنع السعر بتاعه زاد. فالنهارده انا عامل لك عرض عليه، بدل 1000 جنيه كان نازل 950، النهارده بقول لك الحق عرض اللحاف الاطفال من الساعه كام؟ من الساعه 2 لحد الساعة 7، بيقول لك بس كام؟ 699 جنيه. 699 جنيه قلنا لحاف القطيفة النهارده ب 699 جنيه. يا بخت الناس اللي تلحق تنزل النهارده فرع المرج الجديدة، شبرا الخيمة، فرع بنها، فرع اسيوط، اسيوط المعلمين عند كوبري السادات. قلنا كل حبايبنا اللي بيشاهدونا وبيتابعونا كسبانين. ياسمين فاروق نقول لك مبروك كسبت معانا حافظة هدية. محمد أحمد نقول لك مبروك كسبت معانا حافظة هدية. شيرين نقول لك مبروك كسبت معانا حافظه هديه مقاس 70 في 2 متر. كل اللي كسب حافظات النهار كسب حافظات 70 في 2 متر هديه. كل اللي بيعمل لايك ومشاركه على اللايف كسبان معانا، فرحان معانا. لازم اللي اقول له مبروك لازم يعلق باسم رومي على اللايف، عشان ايه؟ عشان تجي له رساله متسجله ان هو كسبان، ممكن يكسب لحاف بطانيه حافظه 100 جنيه فودافون كاش. لازم تعلق باسم رومي في داخل اللايف. وقلنا اكتر ناس هتعلق باسم رومي 5 مرات من غير تقاطع اقول له الف مبروك كسبت معانا بطانيه هديه. اكتر ناس في اللايف حالا دلوقتي هتعلق باسم روميو 5 مرات من غير تقاطع هقول له الف مبروك كسبت معانا بطانيه هديه. شغال شغال. طب اللي حابه ب 699 هو قطعه واحده عندك ولا منه الوان؟ قطع كتير والوان كتيره جدا يا ولد. وريني كده الوان، وريني كده الوان كده بسرعه. انا ادي اول لون. تمام اللي بعده يلا بسرعه. اللي بعده قلنا يا جدعان الحفه القمر دي موجود منها في اسيوط يا جدعان. الناس بتسعى على العروض دي موجوده في اسيوط، بنقول لك اسيوط 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 المعلمين عند كوبري السادات. قلنا السبت النهارده اخر يوم في عروض الاوبن داي. قلنا النهارده اللون النبيت الاحمر الفوشيا اللي هو البطيخي، كل الالوان موجوده، كل الالوان موجود معانا منه الوان كتيره جدا. واللون الايه اللبني برده بتاعه برده التركواز برده موجود. قلنا برده معانا تاني ايه؟ معانا النهارده براندات تانيه اسمه ايه؟ عرض النهارده الحاف الزعيم النهارده ايه؟ المجسم. شغال المجسم يا وحش. هنقول خصم الكام؟ خصم ال 500 جنيه على النهارده على اي الحاف. الحاف النهارده اطفال، الحاف الاطفال ده يا جدعان 1000 جنيه وكسور يا جدعان. الحاف الاطفال ده 1000 جنيه وكسور يا جدعان. شغال الحاف الاطفال ده 1000 جنيه وكسور. الناس تلحق تيجي وتستفاد من العروض. طبعا انا مش هقول اسعار عشان احنا ايه بنبيع لناس جمله وفتح محلات، ما ينفعش اقول سعره عشان ايه ما نحرقش ايه تجار الجمله باسعارهم اللي هم واخدينهم مننا. شغال يا وحش. فانا هبيع لك نفس سعر الجمله، هبيع لك نفس سعر الجمله. تعالي تعالي السنتر النهارده اي فرع قريب عليكي واقول لك العرض عليه ايه النهارده باذن الله. شغال شغال. نخش على بعده. في منه الوان وفي منه اشكاله كمان. ايه تاني يلا بسرعه معانا؟ معانا الحاف النهارده الساده اللي هو ايه؟ الحفر ليزر الشغل الجيكار. الحفر ليزر الشغل الجيكار النهارده بقول لك ايه؟ عايزك تفتح لي ايه؟ عايزك تفتح لي اللون ايه؟ فوشيا ولا النبيتي ولا اللون ايه وحش؟ افتح لي كده البني يلا كده بسرعه. قلنا يا بخت الناس اللي تلحق تيجي تستفاد من العروض النهارده. قلنا السبت النهارده اخر يوم في عروض اوبن داي. قلنا سماء صافيه نقول لك مبروك كسبت معانا يوسف
السيد نقول لك مبروك كسبت معانا، شيرين نقول لك مبروك كسبت معانا، كل بيعمل لايك ومشاركه على اللايف كسبان معانا فرحان معانا. استمروا في اللايكات، استمروا في المشاركات، قلنا هنكسب وهنفرح كل الناس. قلنا عرض لحفل البراند جدعان مكسر الدنيا برده رجع من تاني الساده. بقول لك ايه عرض النهارده لحفل قمر ده، بقول لك بكام يا وحش؟ عرض النهارده مش اقول لك 1300 ولا 1200، قلنا النهارده ب 850 جنيه. قلنا النهارده الحفل ده ب 850، قلنا الحفل الكبير ب 850 جنيه النهارده يا جدعان. شغال شغال يا بخت العروسه وام العروسه اللي تلحق عروض قسم المفروشات والادوات المنزليه من جميع فروع سنتر روميو. قلنا معانا برده عرض الباكج عروسه ب 10000 جنيه برده موجود معانا. عرض النهارده ايه؟ عرض بكام ده يا وحش؟ ده عرض ال 10000 بدل ال 15600 جنيه يا وحش. شغال. قلنا برده معانا عرض الباكج العروسه النهارده بكام؟ ب 15000 جنيه. اسالي على باكج العروسه عرض التوفير، عرض التوفير في الباكج بتاع العروسه. يعني انت لو عروسه وبتشوريني افضل اجيب ايه؟ اجيب مثلا بالقطعه قطعتين ولا اجيب العرض كله على بعضه؟ اقول لك هات العرض المجمع، لان العرض المجمع ده بيبقى معمول باقل من سعر المصنع كمان. عرض المجمع ده بيبقى معمول اقل من سعر المصنع. يعني النهارده هبيع لك عرض عروسه ب 5000 جنيه شامل ايه؟ شامل ملايات والحفه وكام وايه والفوط كمان. شغال. طب انت لو جيت النهارده وكنت عندك حاجه قطعه قطعتين في داخل العرض ممكن تستبدليهم باي حاجه ثانيه، ممكن تستبدليهم باي حاجه ثانيه. بقول لك ايه؟ قلنا النهارده اول حاجه معانا ايه؟ معانا النهارده طقم بونيره في عرض 15000 جنيه. انا عايز اشوف كده الاشكال والالوان كده بسرعه قدامي. الناس تركز في عرض العروسه ابو 15000 جنيه من قسم الادوات المنزليه. قلنا النهارده اللي هو بنيره طقم بنيره النهارده طقم البنيره طبعا هو مش خفيف يا جدعان، هو الحاجه المنتج الموجود احنا عارضينه في الباترينا عشان اللون جميل. شغال. بتهشك ابنك. قلنا النهارده عرض ايه؟ عرض النهارده الطقم اللي هو الاستانلس، طقم الاستانلس النهارده برده موجود معانا اللي هو الشغل التركي. قلنا ان معانا النهارده حله البخار برضه في داخل العرض. قلنا النهارده في الانجاز ننجز معاك طقم كانك استلس برضه جوه العرض، ومعاك طقم مقالي جرانيت، ومعاك براد استلس خدي منه، ومعاك برضه براد استلس، ومعاك كانك جرانيت، ومعاك طقم توابل 16 قطعه دوار، ومعاك اللي هي اللبانه التيتانيوم يا وحش، ومعاك الطاسه الوك الغويطه، ومعاك طقم توابل بورسلين 7 قطع بالحامل بتاعه، ومعاك طقم صواني ميلامين تقديم 3 قطع، ومعاك صواني كركمات ستانلس ستيل 18/10 2 في 1 شغال، ومعاك طقم ميلامين ماليزي برده داخل العرض 38 قطعه بيخش معاك الميكروويف وغساله الاطباق، ومعاكي اللي هو الشاورما الخمسه دور جوه العرض، ومعاكي برضه طقم الشاورما الدهان ال 13 حله، 13 حله في داخل العرض، وعندك طقم النهارده شوربه برضه كمان تاني، معاك حاجات تانيه كتير. كل ده عرضه ل 15000 جنيه بدل من 19000 جنيه. الحق عرض العروسه النهارده من قسم الادوات المنزليه. نفترض انت جايبه مثلا طقم ميلامين، ممكن تبدليه بحاجه اي منتج تاني انت مش جايباه، مثلا جايبه طقم جرانيت ممكن تاخد طقم سيراميك، طقم تيفال، طقم اي اللي انت ناقصك في داخل العرض ممكن تاخد، اللي انت موجود داخل العرض موجود عندك في البيت ممكن تغيريه باي منتج تاني انت مش موجود معاكي عشان تستفاد بالعرض المجمع من سنتر روميو. ومعانا كمان برده عرض ايه؟ عرض النهارده العروسه، عرض العروسه النهارده المجمع بكام؟ قلنا ب 25000 جنيه شامل لك ايه؟ شامل لك اللي هي الملايات كلها اللي هي السردي والساده والاطفال، شامل لك النهارده مفرش هو الدخله اللي هو التركي اصلي، كل ده براندات، كل ده براندات من اعلى الخامات اللي عندنا الموجوده في داخل فرعنا. عندك النهارده الكوفرتا البيكه اللي هي بالملايات بتاعتها، عندنا الفوط كلها، عندنا الفوط كلها اللي هي نص بشكير، عندك البشاكير، عندك اللي هو الفوط الاطفال، عندك البرنس اللي هو ال 10 قطع، عندك النهارده اللحاف المستورد الشغل البراند برده موجود في داخل العرض، عندك النهارده اللحاف الاطفال، عندك النهارده الايه؟ المفرش اللي هو القطيفه الكبير، كله ده داخل العرض النهارده. بنقول لك الحق عرض التوفير بدل 35000 جنيه نازل في عرض الساعه النهارده ب 24490 جنيه، وكمان عليه سلسله ذهب هديه من سنتر روميو النهارده.
وكمان عندنا برضو عرض ايه؟ عرض العروسه المجمع برضو من قسم المفروشات بكام؟ قلنا النهارده جايب لك لحاف اطفال كبير، لحاف اطفال، لحاف قصدي لحاف النهارده اللي هو القطيفه الكبير، لحاف الاطفال، عندنا مفرش قطيفه، عندنا بورنس 10 قطع، عندنا النهارده ثلاث اطقم ملايه السردي المجد في داخل العرض، عندنا النهارده اطقمين 2 4 6 6 اطقم ملايه معاك النهارده اللي هو مفرش الدخله الكبير، عندك كوفرتا بيكا، عندك فوط اطفال، عندك فوق يعني يا جدعان الناس لما تيجي داخل السنتر في سنتر رومي فرع فيصل هتشوف العروض على الطبيعه، هتشوف المنتجات على الطبيعه انت وحسب اللي ايه الاختيار بتاعك، وكمان عليهم عرض ايه؟ عليهم هديه ايه؟ عليهم عرض البطانيه ب 199 جنيه ل 12 كيلو. هبالك النهارده البطانيه الحصان النهارده، عرض البطانيه الحصان النهارده بكام؟ ب 199 جنيه، هبالك البطانيه الحصان النهارده، افتح كده بسرعه. 199. افتح كده بسرعه يلا. هبالك البطانيه الحصان ب 199 جنيه هديه للعروسه على جهاز العروسه ابو 10000 جنيه. ابو 10000 جنيه. النهارده هديكي بطانيه هديه قيمتها 1300، النهارده بقول لك ب 199 جنيه على الفاتوره، ده هديه من سنتر روميو للعروسه اللي هتنورنا النهارده باذن الله. تعال نشوف عرض 5000 جنيه. بص يا جدعان كل ده ب 5000 جنيه، عندك لحاف كبير، عندك بورنوس، عندك ملايات المجد، عندك ملايات ساده، عندك اللي هو الفوط، عندك مفرش الدخله برده داخل العرض. عندك مفرش دخله كل ده ب 5000 جنيه، كل ده ب 5000 جنيه. كل ده ب 5000 جنيه. يا بخت العروسه وام العروسه اللي هتلحق تستفاد من عروضنا وخصوماتنا النهارده السبت، هقول تاني النهارده السبت اخر يوم في عروض اوبن داي، الناس تلحق تنزل تستفاد من العروض قبل زياده الاسعار، الناس تلحق حرفيا تستفاد من عروض النهارده.